السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على جرائمه. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. توعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بردود حاسمة على خلفية مقتل 2 من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اجتماع مع مدراء أقسام العلاقة العامة إن دم الشهداء المظلومين والأعزاء سيشهد من عضد وعزم مجاهدي الأمة الإسلامية، وإن العدو الصهيوني يعلم أنه لن يجني شيئا من هذه الجرائم وسيلقى ردود حاسمة. ونوه بعملية إطلاق القمر الصناعي نور 2 بواسطة القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني ووضعه بنجاح في المدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض، وأكد أن هذا الإنجاز يشكل خطوة كبيرة في سياق تعزيز قدرات إيران على صعيد الفضاء الخارجي وإجهاض الحظر الدولي الواسع المفروض على البلاد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.